سونيا العتروس لدارة مديرة التسويق بالديوان الوطني للصناعة التقليدية. ورشة العمل هذه هي ورشة تكوين حول اقتحام معناتها الأسواق الخارجية، هي اسمها Comment se préparer à l'export. هي نظمها الديوان الوطني للصناعة التقليدية بالتعاون مع مركز التجارة الدولي بجنيف اللي هو تابع لمنظمة الأمم المتحدة. الورشة هذه حبيناها تكون الفائدة مجموعة من المؤسسات الحرفية اللي هما متكونة في مجموعتين. مجموعة أولى المؤسسات اللي مصدرة ديجا واللي باش نزيدوا نحاولوا نعاونوهم باش يطوروا صادراتهم كيفاش يقتحموا الأسواق الخارجية، وفما نويو آخر اللي هو أكثر هما من الشبان المؤسسات الصناعة التقليدية اللي هما بريمو إكسبورتاتور اللي يحبوا يصدروا عندهم قابلية منتوجهم للتصدير أما مازالوا ما بداوش يقتحموا في الأسواق. الاتوليه هذي على 3 أيام، كل يوم عندنا برنامج فريح حول كيفية فهم ميولات الأسواق الخارجية، كيفاش نعرفوا لي توندونس، كيفاش أون انتربريت لي توندونس، كيفاش نحضروا لي كوليكسيون نتاعنا، كيفاش نفهموا لي مارشي لو بروفيل دو مارشي، كيفاش لا ديستريبيسيون هي في الأوروب، لي سيركوي دو ديستريبيسيون كيفاش هما موجودين، شنو الهوية التسويقية لازم تكون عنا، ليدنتيتي نتاعنا، كومون افوار ان بون لوغو، ان بون براندينغ. اليوم تطرقنا كيفاش يكون عنا ان اجون كوميرسيال البرا، كيفاش نفهموا كيفاش الفيكساسيون نتاع البري، لو كوستينغ، لو برايسينغ، وعملنا ورشات يعني حتى تطبيقية دي كا براتيك اللي شافوا فيهم بعض المؤسسات اللي فما اللي قاعد يبيع بالخسارة. وفما اللي قاعد يسر معناها يغلي في السعر اللي قاعد ينجم معناتها يفلت اسواق معناها في الخارج. دونك فهموا كيفاش الطريقه العلميه باش يحدوا لو جوست بري نتاعهم، لو بري معناها دو مارشي. من بعد كي باش نطرقوا شويه بوغ لو اي كوميرس كنوع من انواع اخرى نتاع الديستريبيسيون في العالم واللي يلزم معناها نواكبوها خاطر باش تكون لافنيغ، معناتها هو توا ديجا نحنا عندنا شويه غوتار، مي نحاولوا نرتحقوا شويه بالراكو نتاع الدول المتقدمه. بعديك غدوه نهار كامل على كومون سو بريباري بور ان سالون بروفيسيونيل انترناسيونال، كيفاش لا تونو سور ستون، كيفاش نحضروا، كيفاش نلوجوا لي زاشتور نتاعنا، كيفاش نحكيوا معاهم، كيفاش نحضروا لا ليست دي بري افيك توت لي موداليتي بالترونسبور من غير ترونسبور، كيفاش نعلبوا منتوجاتنا، شنو كيفاش نقدموا الكوليكسيون، كيفاش اون اجونس نوتر ستون. دونك هذا كل ان شاء الله تشوفوه على 3 أيام، ونجموا تشوفوا لا في نتاع لي زوبيراتور يقولوا لكم معناها سي سيتي بينيفيك بور او. البروجي هذا ان شاء الله باش يكون يتواصل، هو في اطار مشروع تعاون دولي لتنميه صادرات يعني البلدان العربيه عن طريق الجالية التونسية بالخارج، وهو مشروع ممول من طرف الحكومة اليابانية والاجون ديكزيكسيون هما السي سي اي بجنيف، وهو لفائدة 4 بلدان: تونس، المغرب، والجزائر ومصر. والاتولي هذايا يقيم في تونس ويقام زادا في البلدان الأخرى. بالنسبة للكوتشينغ معنا نحن مع ديوان الصناعة التقليدية التونسية، ان شاء الله احنا بدينا ديجا من سبتمبر وعملنا مع الاي تي سي اون اورغانيزاسيون دو جورني بي تو بي على هامش سالون ميزون اي اوبجي، وتم دعوة مشترين مهنيين وفما دي كوموند ديجا خرجت لليابان والبلدان الاخرين. توا باش نحاولوا نواصل سوغ ان اوتر سالون بروفيسيونيل كبير هو في المانيا امبيانتي، وان شاء الله لو نويو معناها نتاع لي زيكسبوزون باش يكون اكثر من السيليكسيون اللي حضرت اليوم. اون فا شوازيغ ان اوتر جروب، اون فا لي اكومباني مع لي زيكسبير دو لاي تي سي، وهما اللي باش يستدعونا زاد دي زاشتور بروفيسيونيل سوغ امبيانتي، باش نحاولوا معناتها نكونوا نعاونوهم باش يفهموا لا لوجيك دو ليكسبور ولا لوجيك des marchés internationaux.